نبدأ النقاش إذن مع ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور فاضل الزعبي، السفير في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو سابقا، وخبير الأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات. معالي السفير، يعني كنا نظن مع بدايات الأزمة الروسية الأوكرانية أن الأزمة ستعصف بأسعار الغذاء العالمية، الواقع أن العكس هو ما حدث، كيف حدث؟ شكرا لك على الاستضافة وشكرا لك على هذا السؤال المهم. خلينا بس نرجع لورا شوي مع بداية أزمة أوكرانيا. كان في كثير من العوامل الغير مرتبطة بالغذاء هي التي رفعت أسعار الغذاء. بمعنى آخر أن العوامل أولا السياسية في المنطقة، وعوامل الحظر المتبادل بين الطرفين، وعوامل أخرى تتعلق بالعمليات اللوجستية وخاصة عمليات النقل، هذه كلها أدت إلى حالة من عدم اليقين في سوق الغذاء العالمي. ونحن نعلم تماما بأن الأسعار مرتبطة بشكل وثيق بحالة عدم اليقين، وتبدأ بالارتفاع ويقابلها بالناحية أخرى التهافت على الطلب وزيادة الطلب لأغراض التخزين والاحتياطي وضمان الأيام القادمة. كل هذه العوامل أدت بشكل مفاجئ جدا وارتفاع عالي جدا في أسعار بعض السلع الغذائية. ولكن مع مرور الأيام بدأت عوامل أخرى تدخل على الخط، وبدأت عوامل أخرى تؤثر على موضوع الغذاء. بدأنا نلاحظ أنه الإمدادات اللي كان متوقع أن تكون دون المستوى في مناطق محددة من العالم بدأت تكون أكثر من المتوقع. بدأنا نشهد هدوءا في الطلب، حالة الفزع التي أثيرت في البداية بدأت تخف، وأصبحت الطلب ضمن المعتاد إن لم يكن أقل. بدأنا نلاحظ إيقاف بعض الإجراءات الحمائية والحظر من بعض الدول التي ساهمت إجراءات الحظر سواء على الرز أو القمح أو غيرها برفع الأسعار. لكن دكتور فضل، أيضا في الطريق ربما أوقفت بعض الدول صادراتها، الهند أوقفت لفترة صادرات الأرز، غيرها الصين ربما يعني أجرت بعض الإجراءات الحمائية على صادراتها من الحبوب وهكذا، وبالتالي أيضا لم يتأثر العالم ولم تتأثر الأسعار العالمية كما تقول فاو. هذا ما حصل. الآن أصبح في حالة اطمئنان في سوق. أولا العرض من ناحية كان في مبالغة في تقدير تأثير الظواهر المناخية على وأسعار ارتفاع أسعار النفط طبعا على الطاقة تحديدا على أسعار الغذاء. هذا الآن أصبح في اطمئنان، في إمدادات عالمية، صار في إمدادات كبيرة تطلع من الاتحاد السوفيتي في القمح، صار في حصاد كبير في الأرجنتين والبرازيل في الذرة على سبيل المثال وهكذا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أصبح في اطمئنان في أسواق الطلب. نشهد الآن حاليا الطلب على الواردات صار بطيئا جدا، في ضعف في هذا الطلب العالمي، وخاصة في المشترين الأساسيين في آسيا على سبيل المثال في الزيوت وغيرها. هذا كله أدى إلى الموازنة بين العرض والطلب، فأصبح العرض أكثر من الطلب. وإذا أخذنا لجوانب أخرى، في عندنا جوانب أخرى عوامل ثانوية ساعدت. على سبيل المثال الآن أوكرانيا بدأت بعض الطرق الإمداد لديها والبديلة لديها تعمل، وبالتالي أصبحت تعرض بعض منتجاتها على سبيل المثال الذرة بأسعار أرخص مما كانت حتى ترجع تأخذ حصتها من السوق. فهو هذا الوضع اللي أدى إلى الاستقرار. بس إذا جينا كمان لناحية أخرى وقارنا في العام الماضي على سبيل المثال، الإنتاج العالمي لم يتأثر، يعني إنتاج القمح زاد 1% عما كان عليه في العام الماضي اللي قبله. فلذلك استقرار الإنتاج ضمن التوقعات وضمن الحاجات وقلة الطلب. طيب الحبوب لم تتأثر، بالعكس زاد إنتاجها كما تفضلت دكتور فاضل، لكن السكر تأثر، ارتفعت أسعاره حسب مؤشرات الفاو، وهنا أيضا نعود إلى تأثيرات البيئة وتأثيرات التأثيرات التي تواجه زراعة بنجر سكر مثلا. فهل التغيرات البيئية تؤثر على زراعة ولا تؤثر على أخرى؟
هي تؤثر، هي ما زالت تؤثر، لكن المبالغة في تقدير التأثير. يعني هذا اللي انا بحب انبه له. بس خليني ارجع لنقطة أساسية. إذا نطلع على الفاو تقسم مجموعات الغذاء لأغراض مراقبة مؤشر أسعارها إلى 5 مجاميع: الحبوب والزيوت والألبان واللحوم والسكر. فنجد أن بشكل عام المعدل العام هنالك انخفاض شهري أقل من 1%، يعني 7 بالألف الانخفاض الشهري، ولو أنه على مدار العام كاملا أصبح 10%، 10.5%. أما إذا دخلنا إلى كل مجموعة لوحدها نجد أن اللحوم ارتفعت وبشكل طفيف، نجد أن السكر ارتفع وبشكل طفيف، الألبان أيضا ارتفعت ما يقارب 1%، لكن مقابلها كان في انخفاض كبير على الحبوب وصل ل5%، وفي انخفاض على الزيوت وصل لأكثر من 1.3%. لذلك المعدل بالمحصلة يعطي مؤشرا بأن هناك انخفاض 7 بالألف. أما إذا نظرت إلها بشكل مجتمع، حتى في داخل الحبوب هناك انخفاض في القمح والذرة، ولكن تجد الشعير نفسه أو الأرز تقريبا نفسه. كذلك في الزيوت تجد أن فول الصويا انخفض، لكن تجد زيت النخيل ارتفع، لكن النسبة، فهي عملية حسابية لهذه النسب. في النهاية المعدل يقول أن هناك تراجع، لكن هذا التراجع للشهر السابع على توالي دكتور فاضل، هل تعتقد أنه مستمر مع نفس الظروف إذا ثبتت نفس الظروف؟ نعم، حتى مع ما نستطيع أن نقرأه من الظروف لفترة ال6 أشهر القادمة اللي هي مواسم الحصاد لبعض المنتجات، الظروف تقريبا هي مشابهة لها. كان في توقع بأن انخفاض المياه والجفاف في قناة بنما وتعطل الملاحة في قناة بنما وأيضا الحوادث اللي موجودة في البحر الأحمر سوف تؤثر على ذلك، إلا أن تأثيرها كان محصورا لبضعة دول، ولم يكن على سبيل المثال متأثرا بالإمدادات اللي جاية من أوقيانوسيا اللي هي كانت بتروح بطريقها للدول الأخرى سواء أوروبا أو أمريكا. نجد أن الأمريكيتين الشمالية والجنوبية لم تتأثر بما يحصل في البحر الأحمر. نجد أن الدول اللي موجودة مطلة على البحر الأحمر لوجود منافذ أخرى إلى لذلك. هو الفو هنا تحديدا دكتور فاضل قالت أن التأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يصل إلا لنسبة 10% فقط على حركة انسياب وتجارة الأغذية في العالم. هذه 10% لمن؟ ما هو هنا السؤال، وما حجمها؟ هي 10% من عدد الناقلات، وكانت لدول محددة، لكن في دول نهائيا لم تتأثر. وأنا بعطيك مثل كبير جدا، إذا بدنا نيجي للأمريكيتين، في دول لم تتأثر إذا كان المنشأ أوروبي والمستورد في حوض المتوسط أو في أمريكا. لذلك في بعض الدول لا تأثر فيها وتكبدت تكاليف إضافية بالنقل وتكاليف إضافية بالتأمين وغيرها، ولكن بنسب لا تتجاوز اللي تفضلت فيها. طب دكتور فاضل، يعني إنتاج الأرجنتين والبرازيل من الذرة ربما عوض كثيرا الإنتاج الأوكراني، هل بوصلت الاتجاه إلى هاتين الدولتين الآن صار أفضل كثيرا أو صار بديلا مطمئنا عن البديل عن الأصلي الروسي والأوكراني؟ تماما مثل ما ذكرت. لذلك الآن انخفضت أسعار الذرة بفعل عامل آخر، اللي هي أوكرانيا نفسها وجدت نفسها خارج السوق وبدأت تعرض بأسعار تنافسية حتى تأخذ حصتها من التجارة العالمية اللي زي ما تفضلت أخذتها الأرجنتين والبرازيل بفعل وجود حصاد كبير فيها. ولا تنسى أنه في عندنا بداية الحصاد في أمريكا قريبة أيضا، وهذا كله راح يضغط بالاتجاه تقريبا الاعتماد بشكل أقل على ما يأتي من أوكرانيا. دكتور، يعني هناك مفارقة أيضا قالتها الفاو في استخدام أو استهلاك الغذاء عربيا على الأقل، قالت إن معدل هدر الغذاء في المنطقة العربية يصل إلى حوالي 250 كيلو جرام للفرد سنويا، وهذا المعدل يزيد في شهر رمضان إلى 350 كيلو جرام للفرد خلال هذا الشهر. هذه المفارقة مع جغرافيا ربما مفتقدة إلى وجود الغذاء فيها بشكل إنتاجي،
هل تراها ربما عيبا في الاستهلاك أم أن هذه المعدلات ربما معدلات فرضية فقط؟ لا أبدا، هي ليست معدلات فرضية، وهي ليست على الإطلاق سوى عيب في دول تعتمد أساسا على غذائها المستورد وإنتاجها لا يصل إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي ويكلفها مليارات الدولارات، وفي نفس الوقت هنالك العديد من أولا العادات الاستهلاكية، وتزداد طبعا في رمضان هذه العادات الاستهلاكية التي تجعل من هدر الغذاء رقما عاليا، وهنالك أيضا نقطة مهمة جدا الفاقد الغذائي اللي بيكون بسبب ضعف وعدم تحديث سلسلة القيمة الموجودة، سواء من مستودعات ومخازن مبردة والنقل والتغليف والتعليم وإلى آخره. هذا كله يؤدي إلى الارتفاع. أما عالميا النسبة أقل بكثير من هذا، عالميا النسبة لا تتجاوز 120 كيلوغرام، هذا المعدل العالمي لهدر الغذاء في العالم، ويوجد في بعض الدول ما هو أقل من هذا الرقم بكثير. لدينا في دولنا شمال افريقيا او الشرق الادنى لدينا عدم اهتمام في موضوع الهدر الغذائي، نذهب الى المعالجات انا بسميها التجميليه. المعالجات التجميليه بمعنى انه ماذا سوف نفعل بالمهدر من حملات تطوعيه بنوك طعام وغيرها، ولكن الاساس يجب ان نذهب الى تغيير في سلوك المستهلك لكي نقلل أساسا من الهدر. تغيير هذا السلوك يتم حتى على صعيد الفرد وحتى على صعيد الأسرة وحتى على صعيد العادات التسويقية التي تتم في رمضان، والتي يكون القصد منها يعني غير إطعام الأسرة، هو محاولة التنويع بأكبر قدر ممكن، وهذا ينجم عنه طبعا هدر. وناهيك عن لابد أن أنظمتنا الزراعية تتحول لكي تصبح سلسلة القيمة أقوى ومحدثة وتقلل من الفاقد الغذائي. على الأقل دكتور فاضل أنت طمأنتنا أن أسعار الغذاء العالمية ستظل متراجعة في الفترة المقبلة، وهذا في حد ذاته خبر جيد، وأشكرك جزيل الشكر. ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور فاضل الزعبي، السفير السابق في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والخبير في الأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات، شكرا جزيلا لك.